دلوقتي احنا بنصور انا واسلام معرفة في المسلسل، وعم رأفت حسن المدير الفني مدير الانتاج الجميل المنتج الفني المحترم بتاع المسلسل. هو النهاردة عيد ميلاده واسلام عمال يشكر فيه، بيقول لك بيقول بتقول ايه اسلام؟ النهاردة عيد ميلاده، هو واقف ورايا دلوقتي وعايزين نعمل له يا جماعة عشان ناخد الفلوس، بس عشان ناخد الظرف. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. هيكون عيد ميلاد الليلة. أسعد الأعياد. فليحيى أبو الفاصل. شكراً. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. ربنا يخليك لينا يا رب. شكرا جدا استاذ رندا، وفرصه سعيده النهارده عيد ميلادي. هنقول ايه؟ مش هقول كام، مش هقول كام بقى، هنقول كام سنه عايزين نعرف عشان احنا بنصغر. ومتشكر جدا لتهنئتي في عيد ميلادي، ويوم سعيد وسنه جديده لكل الناس يا رب، وشهر كريم شهر رجب. جاي اول رجب. الله عليك. شهر رجب يعم على المسلمين جميعا بالخير، واخواتنا المسلمين كلنا يا رب، وبالحب والمحبه والخير والسلام للجميع. اللهم امين. شكرا جدا استاذ رمضان، احلى كلام والله. كل سنه وانت طيب، ورب يخليك لينا ويخلينا ليك كده، ودايما مع بعض كلنا، ودايما مع بعض كده وفي اعمال كتير ان شاء الله. ربنا يجمعنا حبيبي يا استاذ رأفت. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك.